ما كان لازم تخليه يروح. خليه يروح أحسن ما يضل قاعد بوشنا ويعملنا مشاكل. وبلكي عملنا مشاكل مع حازم. اطمني سامر أجبن من هيك. لما كان عم يطالب بابنه كان صاحب حق، بس هلأ صار عم يطالب بمصاري مو له، لذلك ما له عين يواجه حازم. يا ربي امتى بدنا نخلص من هالدوامة؟ مبارح القصة انقضت على خير، بكرة الله أعلم شو رح يصير. كمان قوليلي شو طالع بإيدي أعمل وما عملته؟ فؤاد، إذا أنا وإنت مطالع بإيدنا نوقف سامر عند حده، مين رح يوقفه؟ إذا لا سمح الله صار ما صار، ما رح نلوم غير حالنا. ليليا أنا ضايع، امبارحة طول الليل ما غمضت لي عيني وأنا عم أفكر بحلي. قوليلي اللي شوف، في شي براسك؟ احكي، لا تعملي لي مقدمات أنا بغنى عنها. في شي ببالي. تفضلي شو هو؟ كتير حبيت لعمتك، لازم تعرفني عليها عن قريب. فورا أنا جاهز، يعني من بكرة بعرفك عليها. بس بدك تنتبهي، عمتي ما عندها حل وسط، إذا حبيت حبيت، بس إذا كرهت يا لطيف. ايه وحياتك، ما في حدا بيشوفها لماريا إلا وبيحبها كتير كمان. ايه هلأ خلصونا بقى من هذا الحديث، حب وما حب، على شو رح تتفقوا؟ ايه سيد سامر، رح أسألك سؤال. تفضلي. انت شو الاهم عندك؟ ناي وجود يرجعوا لك ولا المصاري؟ لا تتسرعوا تجاوبني، انا بعرف عمي عاصم كتير منيح، يعني لا هو ولا غيره رح يدفع لك 100 مليون. حط حالك مطرحه، مين رح يدفع لك هالمبلغ او حتى 10 مليون مشان ابن واحد غريب؟ بس هنن دفعوا 25 مليون. وهذا المبلغ بيعلم عمي عاصم ولا من ورا ظهره؟ ما بعرف. قليله عصمات. لك اخ شو بدي اقول لك لحتى اقول لك؟ هذا يا سيدي امبارح قال مفلقت حاله ما بيدفع اكثر من مليونين، هذا اذا دفع ومو طالعين من قلبه. سيد سامر أنا برأيي ما تطير لفوق كتير، حتلاقي حالك واقع بالأرض وإيديك فاضية. بس حازم. لك حازم بكرة بيمل من نايا. ليك عصمت قالت لك إنه طلبت الطلاق منه، يعني حازم شخص ذكي كتير ورح يحسبها صح، يعني ببساطة بيطلقها وضميره مرتاح وبيرجع بيكسب أهله وعيلته. ويا سيدي إذا الحب دخيلك إيه ما في أكتر منه على الفيسبوك والتويتر. بس انت يا ترى شو رح يصير فيك اذا حازم طلقنايا؟ واضح كتير انه بلشت تفهم علي، وواضح انك بتفكر بعقلك. اعطيني المفيد. بتضلك مصر على 100 مليون ليرة. ايه ايه بتضلك مصر على 100 مليون ليرة. مو بس هيك، بتخلي المحامي تبعك يبعت لها تبليغ لنايا بجلسة المحاكمة، ساعتها الطلاق رح يصير. ويا سيدي وقت الطلاق بيتم تيجي لعندي لهون على المكتب، تاخد 5 مليون حلال زلال عليك، ومن هون لتخلص عدة طلاق نايا بيكونوا أهلك طبخوا لك ياها. تخلص العدة من هون تتجوز نايا من هون. شو رأيك بهذا العرض؟ نايا جود 5 مليون.